طيب اتفضلوا يا جماعة نصلي مع بعض صلاة الغروب. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل رب إلهنا أيها السيد رب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة لابنك الوحيد ربنا وإلهنا خلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه مع الروح القدس ولك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلبز ما حكمت لأني أنا ذا بالأثام حبل بي بالخطايا ردتني أمي لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها تنضى علي بزوفاك فأطهر تغسلني في أبيض بأكثر من السلك تسمعني سرور وفرح تبتاج عظامي المنسحقة أسر فكك عن خطاياي وامحو كل أثامي قلبا نقيا نخلق فيها يا الله روحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسة عضدني فأعلم الآثم أتركك والمنافقون اللي كرجعوا نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتاج لساني بعدلك يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لو أثرت ذبيحة لك كنت الآن أعطي لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة لله روح منسحق القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله انعم يا رب مسرتك على صهيون وتبنى اسوار اورشليم حينئذ تسر ذبائح العدل قربان المحرقات حينئذ يقربون على مذبحك العجول هللويا. تسبيحة الغروب نقدمها للمسيح ملكنا والهنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من تراتيل مزامير ابينا داود النبي بركاته على جميعنا امين. مزمور 116 مع بعض. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركه كافة الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد هللويا. مزمور 119 مع بعض. إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة ومن اللسان الغاش ماذا تعطى وماذا تزاد اللسان الغاش سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية وإلي لي فإن غربتي قد طلت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا سكنت نفسي في الغربة ومع مبغضي السلام كنت صاحب سلام وحين كنت أكلمهم كانوا يقاتلونني باطلا هللويا.
مزمور 123. لولا أن الرب كان معنا، ليقل إسرائيل، لولا أن الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء، عند سخط غضبهم علينا إذ لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل، بل جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له. مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا، وعاونونا باسم الرب الذي صنع السماء والأرض. هللويا. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع إلى الأبد، الساكن في أورشليم، الجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصدقين لكي لا يمد الصدقين أيديهم إلى الإثم. احسن يا رب إلى الصالحين وإلى المستقيمين القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات فينزعهم الرب ما فعلت الإثم. والسلام على إسرائيل. هللويا. لوكساسي أوسيمون فصل مشاهد إنجيل معلمنا ماري لوكا البشير، بركاته على جميعنا أمين. كل واحد ماسك الكبية أو فاتح دلوقتي على الموبايل يقرأ، يعني يقرأ بصوت في سره مع بعض القطع دي، أو يقرأها بصوت عالي مع الأسرة بتاعته. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماد سمعان بحمى شديدة، سألوه من أجلها فوقف فوق منها وانتهر الحمى، فتركتها في الحال، قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوه أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين. Ten oştem mukobe Christos nem bekioten agathos nem bibne masua jakton kak soti emon ainan. قطع مع بعض. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطئ؟ ثقل النهار وحر ولم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 11، لأني أنا ذا بالأثام حب لبي بالخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رحمتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني. زوك سهباتري كيوكي أجيب نظماتي، أسرع لي مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقل لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب تخشع أخطأتي بتالي إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن دعاك لابن إدمام، لجعلنيك أحد أجرائك كانين كأيك استوسي ونستوني أونن آمين. لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت، هيئ لي أسباب التوبة يا العذراء، إليك أتضرع وبك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى عند مفرقة نفسي من جسدي حضر عندي. لمؤامرات الأعداء اهزمي، الأبواب جحيم أغلقي، لألا ابتلع نفسي عروس بلا عيب للختم الحقيقي. يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا الكثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس 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 رب سبأوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا ما ينفش لأدنى ضيقاتنا سواك، حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا، صنعناها بإرادتنا صنعناها بإرادتك، تفعلناها معرفة تفعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا باسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا،
جعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. نقول التحليل مع بعض. نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم أقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجنا من حيل المضاد وإبطل سائر فخاخة والمنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتازها أيضا بسلام وعفاف. ننهض التسابيح والصلوات كل حين وفي كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك والمبتدأ والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. ارحمني يا الله ثم ارحمنا. يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء والأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصدقين وحن خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيى الداعي لكل الخلاص لأجل المعب الخيرات المنتظرة. يا رب أقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطن، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بصيا، قدس أرواحنا، الطهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نيتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجنا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. أخيرا يا رب أقف يا رب مع كل الموجودين النهاردة والمدروش يكونوا موجودين، ساعدنا يا رب أن احنا نكون في هذه الأوقات نكبر معاك وناخد قوة منك، أنت هو مصدر الحياة وأنت هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان أتينا العالم. أعطينا يا رب أن نأخذ من هذا النور وهذه الحياة، أعطينا يا رب في هذا الوقت أن نستفيد يا رب ونتعلم يا رب من قيامتك المقدسة، دروس يا رب لحياتنا كلنا يا رب، نستفيد ونكبر ونتبقى الكلمة بتاعتك حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين في نفوس كل الموجودين. أعطي يا رب كلمة على لسان عبدك، وأعطي يا رب أذان صاغية ليا في الأول ولا عبيدك كله. شفاعة جميع القديسين، اسمعنا رب الملوك بكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، وتدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. أهلا وسهلا بكم، ويعني حلو ان احنا نكون نتقابل مع بعض ونشوف بعض ونسلم على بعض ونطمن على بعض. يا رب كل اعضاء البيت الواحد تكون كويسة وسليمة، وحتى لو في حد تعبان بنصلي ان يخف، ويعني حتى لو في اعراض بتبقى موجودة وساعات بتبقى اعراض تقيلة شوية، بس نشكر ربنا الناس بتعدي وبتخف، فربنا يقف مع الجميع، سواء التعبان ربنا يكمل شفائه، وسواء السليم ربنا يحافظ عليه يسنده. أهم حاجة نطلع من هذه الخبرة بقيامة حقيقية في حياتنا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. المرة اللي فاتت احنا تعرضنا لموضوع ازاي القيامة كانت معلنة في العهد القديم بأشكال مختلفة، وسواء بنبوات أو بأحداث أو بمواقف واضحة ممكن نشوفها دلوقتي بعيون العهد الجديد. ودي فكرة مهمة خالص ان يعني احنا تعلمناها دايما، ودي نصيحة انا عايز يعني اقولها لكل ام وكل اب عنده اولاد صغيرين. يا ريت لما نكون في بداية في الكتاب المقدس بلاش نبدأ من العهد القديم الاول وكأننا ماشيين بالترتيب ولغاية ما يجي العهد الجديد ناخده معانا، انما احنا حلو ان احنا نكون من الكتاب المقدس بنبدأ بالعهد الجديد. ليه؟ لأن مكتوب في رسالة العبرانيين الله بعدما كلم الأنبياء والأباء قديما بأنواع طرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام أيضا في ابنه يسوع المسيح. يعني الله طريقة الكلام ووضوحها
والعدسة اللي المفروض نلبسها وإحنا بنشوف الكتاب المقدس هي عدسة العهد الجديد. وبالتالي قراءتنا للعهد الجديد ونحن ناخد بالذات الأناجيل الأربعة يكون يسوع المسيح الذي في حضن الآب هو خبر هو يسوع المسيح يعرفنا مين هو الله. دي نقطة مهمة خالص، لأني لما بلبس العدسة دي وبشوف تعاملات يسوع المسيح في العهد الجديد ما بيبقاش عندي مشكلة. في العهد القديم بقابلني مواقف شكلها صعب لأن أنا شايف أوريدي يسوع المسيح المعبر عن الله أو الله المعبر عنه في يسوع المسيح، لأن هو الإله الذي في حضن الآب وهو خبر. فإحنا شايفين من العهد الجديد الملامح الصحيحة لله في يسوع المسيح. وبالتالي حلو أن الولاد نعودهم يقروا من العهد الجديد الأول وبعدين نفتح العهد القديم. وإحنا حتى ككبار حلو أن إحنا نكون شغالين بالفكرة دي، سواء حتى لو عندنا قراءات في الكتاب المقدس على مدار السنة. لو أنا بقرأ في العهد القديم أكيد في قراءات برضو تبقى موجودة في العهد الجديد بالتوازي في نفس الوقت. يعني مهم قوي أن إحنا نكون شايفين الفكرة دي. الكتاب المقدس مهم جدا والعهد الجديد هو الحقيقة. المرة اللي فاتت قلنا العهد القديم هو ظلال الحقيقة، فهو طبعا حقيقة ويعلن عن حق ولكن بيبان كظل، إنما العهد الجديد يكون فيه الإعلان الكامل. والأباء يقولوا كده إن العهد الجديد مخفى في العهد القديم والعهد القديم معلن في العهد الجديد. يعني العهد الجديد في الآخر هو هيبقى الأساس لرؤيتنا الأمور بشكل واضح. تعالوا النهاردة ناخد يمكن موضوع، يعني احنا دخلنا في او يعني ممكن يكون في كتير دخل فيه وفي كلام كتير فيه، بس تعالوا احنا ماشيين بترتيب معين دلوقتي. انا بس عايز اشوف، اسف عشان اعمل شيرينج للسكرين، انا مش عارف هو في شيرينج ولا لا دلوقتي. اوكي لحظة، ايوه اوكي احنا كده. ممكن حد بس يأكد عليا من الادمن اني السكرين شيرد ولا لا؟ حلمي او جون، السكرين is shared or not؟ شيرد ابونا. Thank you. النهاردة هنخش في موضوع القيامة في الأناجيل الأربعة. انا عارف ان احنا دلوقتي بنقرأ في أشعياء، وزي ما قلت لكم يعني يمكن يعني هي جت كده مش مقصودة قوي، بس يعني هي نعتبرها رسالة من ربنا، ان زي ما قلت من شوية ان العهد القديم يفهم في سياق العهد الجديد. زي ما نشوف يعني في قراءتنا الأشعياء النبي ان احداث كتيرة في أشعياء هنفهمها لما نشوف اعلان العهد الجديد. فيمكن احنا بالتوازي بنذكر احداث في العهد الجديد عشان تكون هي اللي منورة عنينا، واحنا بنشوف العهد القديم هنشوف بعد مختلف وهنشوف حاجة اسمها مركزية المسيح دايما واحنا بنشوف الأحداث في أشعياء. احنا دلوقتي بنقرأ في أشعياء في النص الثاني منه من أول إصحاح 40 لغاية 66، واحنا واصلين يعني في تقدم حلو ماشيين مع بعض في سفر أشعياء. ياريت نكمل، كل واحد يشجع أخونه يكمل في سفر أشعياء. احنا بالتوازي النهاردة هكلمكم على القيامة في الأناجيل الأربعة، وممكن تكون المرة الجاية هي هنتكلم على القيامة في رسائل بولس الرسول، والمرة اللي بعدها القيامة في رسائل الكاثوليكون، وممكن ناخد معهم كمان رؤية يوحنا، فبحيث ان احنا نكون عدينا على القيامة بشكل او باخر باحداث مختلفة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن القيامة في العهد القديم وذكرنا بعض الملامح. تعالوا النهاردة نتكلم على القيامة في الأناجيل الأربعة. هنمسك انجيل بشويش وناخد بعض الاحداث. يمكن الكلام هيكون سريع شوية وممكن في أحداث مش هنعرف نغطيها بالكامل طبعا، بس هنمر سريعا على بعض المواقف. في المواقف الثانية هنقف عندها شوية ونشوف دروس ممكن نتعلمها منها. أول حاجة هنشوف الإنجيل بحسب القديس متى الرسول. احنا عارفين ان أربع أنجيل عندنا، أول إنجيل متى، تاني إنجيل مرقس، آخر إنجيل يوحنا، وما بينهم لوقا. لو أنا عايز أحفظ الترتيب هو سهل جدا، أنا تقريبا معظم الناس عارفة ان أول إنجيل هو متى. الانجيل اللي بعده بيبدا بنفس الحرف
بتاع الميم بتاع متى هيبقى مرقس، ويه آخر حرف في اللغة الأبجدية هيبقى إنجيل يوحنا آخر واحد. يبقى ترتيب الأناجيل متى وراها مرقس، فاضل لقى، يبقى لقى هيجي هنا في الشكل الثالث بتاعه، وبعد كده هيجي يوحنا. إنجيل القديس متى دايما مركز على الفكر النبوات، ودايما ربط العهد الجديد بالعهد القديم في نبوات كتيرة، يمكن يذكر أكتر من 62 نبوة جوه الإنجيل نفسه. تعالوا نشوف إنجيل القديس متى كاتب إيه في الأحداث. قديس متى برضو إنجيله مش مرتب زمنيا، يعني مش بيقول الأحداث أوقات بترتيب زمني مظبوط، وممكن يكون في أحداث ما بيقولهاش كتير، وترتيبه هو مش معني متى بترتيب الأحداث بترتيب زمني، على قد ما أنه بيحط الأمور شبه بعض جنب بعض. يعني ممكن يجيب معجزات معينة يحطها جنب بعض، أو أمثال السيد المسيح قالها تكون في مواقف مختلفة، بس هو بيميل لتجميع الأمور تبقى مع بعض وتبقى في بوتقة واحدة. فلما بنيجي نشوف الإنجيل بحسب متى ما بيعناش ترتيب الأحداث قوي، وإحنا بنشوف الإنجيل بحسب القديس متى. تعالوا نشوف بس احنا الانجيل بحسب قديس متى هيذكر لنا ومكتوب كده: وبعد السبت عند فجر اول اسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الاخرى تنظر القبر، واذ زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه ابيض كالثلج، فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كاموات. المنظر بتاع الملاك كان بالنسبة للحراس او كحاجة صعبة قوي، ومنظر برق وحاجة مرعبة. إنما نفس المنظر ده هو اللي ظهر للمريمتين وقال لهم ما تخافوش، أنا عارف أنتوا جايين عشان مين، أي أن أعلم أنكم تطلبان يسوع المسيح المصلوب، ليس هو ها هنا لأنه قام كما قال هلما انظر الموضع الذي كان الرب مضجعا فيه. حابب بس أكلمكم على الفكرة الأولانية دي، إن الملاك نفسه هو كان بالنسبة، يعني احنا عندنا الفكرة بتاعت الحراس او الرومان او الشكل ده كان بيرمز للشر بشكل او باخر، لان هم اللي موتوا المسيح. فالكتاب المقدس يقول يوم الرب يأتي كلص، انما لص على مين؟ على غير المؤمنين او للناس اللي بعيد عن ربنا. انما ايضا يوم الرب يأتي كعرس للمؤمنين، ودي نقطة مهمة. هو نفس اليوم هيجي كلس، وهيجي شكله صعب قوي للناس البعيدة عن ربنا ومش مش مش عارفة ربنا خالص ورافضة ربنا. إنما نفس يوم الرب ده نفس الملاك اللي ظهر للحراس بشكل صعب هو ظهر للمريمات أو اتكلم مع المريمات بلغة هادية بيقول لهم ما تخافوش، أنا عارف أنتوا جايين عايزين مين، تطلبان يسوع المسيح المصلوب. برضه هنلاقي في إنجيل يوحنا في الإصحاح الثالث أعتقد برضه في الفكرة موازية كده، إني في تعريف كده للدينونة، يعني يتكلم كده قديس يوحنا على لسان السيد المسيح. السيد المسيح يقول الدينونة، أما الدينونة فهي، يعني هيبدأ يعرف الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأبغض الناس النور لأن أعمالهم كانت شريرة. وفي نفس الوقت الناس اللي كانوا عايشين في الظلمة مش عايزين يروحوا للنور لألا توبخ أعمالهم. فالدينونة من وجهة نظر يوحنا أو المكتوب السيد المسيح أن اللي عايش في الظلمة هو مش قادر يتقابل مع النور، هو مش قادر يبص في النور لانه حاسس انه مش عارف يعمل الخطوه دي دلوقتي، لانه بعيد قوي قوي عن ربنا، وكأنه واحد في اوضه مظلمه وتتحط قدامه الشمس مش قادر يبص فيها. فالفكره دي مهمه خالص، ان نفس اليوم ياتي كلص للبعيد عن ربنا وياتي كعرس للقريب من ربنا. برضو بولس الرسول تعرض لفكرة مشابهة لما اتكلم على موكب النصرة، وان احنا يعني هنكون في موكب نصرة يسوع المسيح، والمفروض ان احنا نكون في رائحة حياة لحياة، انما بيتكلم كمان على حاجة اسمها رائحة موت لموت. بيقولوا ان في الجيش الروماني لما يكون في انتصارات معلنة في الحرب بتطلع الكهنة الوثنية طبعا في الوقت ده بترفع بخور، ويكون البخور ده مرفوع للآلهة بتاعتهم. ورا الموكب بيبقى الجنود المنتصرة، وفي الآخر خالص الأسرة بتاعة الحروب. فالجنود المنتصرة هتشم ريحة البخور اللي طالع وتقول يا الريحة الحلوة دي ريحة الانتصار، ونفس الريحة هيشمها الأسرة ويقول إذا الريحة دي صعبة قوي، الريحة دي ريحة موت لموت. فبرضو دي مواقف كتيرة بتعبر عن نفس الأمر اللي بيحصل، بس ليه
وجهتين نظر بحسب الموقف بتاعي أنا من ربنا. لو أنا مع ربنا وماشي في حياة بحاول فيها بقى مع ربنا، أنا غالبا يوم الرب يأتي كعرس ليا هلاقي ملاك جاي لي بيقول لي ما تخافش، أنا عارف أنت عايز مين، أنت جاي تطلب يسوع وهو معاك وهو هيسندك. والعكس لو أنا بعيد عن ربنا خالص ورافض ربنا في حياتي، هلاقي صوت الملاك بالنسبة لي هو صوت رعب وصوت بارك وصوت مش حلو، لأني هو نفس الصوت بس أنا مش عارف أسمع حلاوته، أنا كل سامعه منه هو أصوات تانية مزعجة. نرجع للنص. وقال لهم ما تخافوش، أنا عارف أنتوا عايزين يسوع المسيح، وروحوا لقول التلاميذ أنه قام الأموات، هو يسبقكم إلى الجليل. هنا الملاك هيقول أنا بقول لكم أني روحوا وهيقابلكم في الجليل. ليه هيروح يقابلهم في الجليل؟ أصل الجليل ده المكان اللي في الشمال اللي كان فيه بداية الخدمة وبداية دعوة التلاميذ وبداية الإرسالية بتاعتهم وبداية التحرك بتاعهم وبداية معرفة اسم يسوع وإخراج الشياطين باسمه. ده المكان اللي هيبدأوا يتحركوا منه للكرازة بعد شوي. فيقول لهم أنا عايز أقابلكم في نفس المكان عشان المكان ده ليه ذكريات معانا حلوة ولينا التحرك فيه كويس. وكأني ربنا ممكن يقول لي افتكر المكان الحلو اللي انت كنت فيه مع ربنا عشان دي البداية بتاعتك اللي كانت حلوة، حتى لو انت بعدت شوية تعال نرجع للمكان الحلو بتاعنا مع بعض. اذكر محبتك الاولى، اذكر المكان بتاعك اللي كنت انت فيه مع ربنا قوي وفي علاقة قوية، وارجع للذكريات دي وخلي الذكريات دي هي اللي تحركك ناحية عمل انك تعمل مع الله باكثر قوة. ويدعوهم كده يقول لهم روحوا للجليل. طبعا السيد المسيح ما استناش لغاية ما يروحوا للجليل زي ما هنشوف بعد شوية، بس ده أول موقف ظهر فيه للمريمات وقال لهم روحوا وقولوا للتلاميذ. طبعا المريمات خرجت سريعة من القبر بخوف وفرح عظيم، خوف وفرح، ما هم مش فاهمين وفرحانين وماشيين عشان عايزين يقولوا للتلاميذ عشان يقولوا لهم إن يسوع يعني قال لهم سلام لكم. وهم ماشيين لقيوا ان يسوع قابلهم وقال لهم سلام لكم، فهم مشيوا وراحوا ومسكوا رجليه وسجدوا. سيد المسيح ما عندوش مشكلة في ان حد يمسكه او يلمسه في الوقت ده. طب هيقابلنا موقف بتاع مريم المجدلية بس هنستنى عليه هنشرحه في الوقت بتاعه لما هتكون ويقولها لا تلمسيني بعد. ان هو الموقف ده المسيح ما منعش المريمات ان هي تمسكه او تسجد ليه. وقال لهم يسوع ما تخافوش، روحوا قولوا لإخواتي. شفتوا الكلمة حلوة ازاي؟ روحوا قولوا لإخواتي. خلي بالكم المسيح هو أب لينا روحيا بس برضو هو يدعى بكر بين إخوة كثيرين بحسب بولس الرسول. فيسوع المسيح برضو أخونا الكبير. حلو قوي العلاقة دي، إني أبقى شايفه الملجأ ليا، بس حلو أشوفه أخوه الكبير برضو اللي ياخد بإيدي ويساعدني، ولو لقاني مزنوق في حاجة هيجي يقول لي إيه مالك في إيه، طب تعالى نتكلم شوية، كأن أخ كبير كده ماشي معايا بيتحرك معايا. لا تخاف، اذهب قول لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. طبعا السيد المسيح ما قدرش يستنى يستحمل أن يشوفهم في الجليل زي ما هنشوف بعد شوية. ده أول موقف حصل، السيد المسيح ظهر للمريمات في الأول. الحدث، احنا ماشيين بترتيب الأناجيل دلوقتي. الحدث اللي ليه دعوة بالقيامة اللي بذكره متى، زي ما قلنا احنا متى مش مرتب زمنيا، هيذكر حدث وزي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة رقم 6، يعني ده الظهور السادس للسيد المسيح، يبقى ده مش الظهور الثاني. الظهور السادس هنلاقي مكتوب اما الاحد عشر تلميذا فانطلقوا الى الجليل الى الجبل، ده موقف تاني خالص. السيد المسيح هيظهر ليهم في الاول في اوقات تانية زي ما هنشوف بعد شوية الاحداث، إنما في الآخر خالص هيظهر لهم في الجليل بعد شوية. وهيروحوا له الكام واحد 11، يعني توما كان معاهم في الوقت ده. هيروحوا للجليل غالبا يعني بعد أول أسبوع، يعني بعد ما ظهر لتوما وبعد شوية كمان يمكن يكون ظهر لهم وراحوا له وسجدوا ليه. وكده السيد المسيح يكلمهم ويقول لهم دفع علي كل سلطان السماء والأرض، فاذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. خلي بالكم هنا السيد المسيح ما وبخهمش، لأن هو أوريدي زي ما هنشوف بعد شوية في الموقف اللي ظهر لهم في أول مرة وبخهم وقال لهم أنتوا زي ما صدقتوش. هنا خلاص هو مش محتاج يوبخ كل شوية، مش محتاج
يعيد التوبيخ كل شوية. السيد المسيح مش من النوع اللي بيركز على التوبيخ على فكرة، إنما بيركز على التشجيع وإعطاء الأمل والتحرك. فهتلاقوا هنا في الإنجيل إنه ما اتكلمش معهم كتير في توبيخ، لأن ده موقف خلاص حصل بعدين زي ما قلنا، ده الظهور السادس للسيد المسيح. ويبدأ يقول لهم روحوا تلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ده وعد من السيد المسيح، يقول لهم ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. بيقولوا في تدريب حلو ممكن إن الواحد يعمله وهو بيقرأ الكتاب المقدس، يمكن اتكلمنا عنه في أحد المرات قبل كده. لما تشوف أي نص ابدأ شوف فيه ثلاث أو ابدأ شوف فيه أربع حاجات، بالذات لو هو نص قصصي بيحكلم على قصة أو حكاية جوه قصة، ابدأ اسأل نفسك أربع أسئلة. هل في النص الموجود فيه حاجة ممكن أشكر ربنا عليها ولا لأ؟ هل في النص الموجود فيه خطية ممكن أعترف بيها؟ هل في النص الموجود فيه وعد ممكن أمسك فيه؟ هل في النص الموجود فيه في أسلوب حياة ربنا عايز يعلمهني وأنا نفسي أكون عايشه أكتر؟ مثلا تعالوا نشوف في النص ده هل في حاجة ممكن لو أنتوا بتبصوا عليه دلوقتي في حاجة ممكن الواحد يشكر ربنا عليها من النص الموجود؟ هسيبكوا ثواني تفكروا. ممكن واحد يقول أشكرك يا رب لأني تم تعميدي باسم الآب والابن والروح القدس، فيبدأ واحد يرفع قلب ربنا يقول رب أشكرك لأني أنا اتعمدت باسم الآب والابن والروح القدس وبقيت مسيحي، أشكرك يا رب على هذه النعمة. واحد تاني يعني نفكر مثلا هل في حاجة هنا موجودة بتشير لخطية ممكن أكون بعملها من غير ما أخد بالي ومحتاج أعترف بيها دلوقتي؟ برضو فكروا اللحظة النص اللي انتوا شايفينه قدامكم معاكم ثواني. على فكرة انا بفكر معاكم، انا ما سألتش نفسي الاسئلة دي في الجزء ده، انا زيكم بفكر فيها دلوقتي حالا، الاسئلة طلعت لي دلوقتي ما كنتش محضرها، يعني كنتش محضرها للنص ده. يعني ممكن واحد يبدأ يقول يا رب انا اسف لاني انا كل ما أخش بيتك ما كنتش بسجد ليك، ده هم لما شافوك سجدوا، سامحني يا رب لأني مش بعمل ده لما بخش بيتك. واحد تاني يبدأ يقول إن أنت يا رب طلبت إن احنا نتعلم ونحفظ الوصايا بتاعتك، أنا رب مش ماشي على الوصية بتاعتك وأقل حاجات أنا بعملها غلط ونفسي أبقى ماشي على الوصية والتعليم بتاعك عشان أبقى دي علامة البنوة بتاعتي معاك، سامحني على إن أنا مش ماشي على الوصية. طيب السؤال الثالث سألناه هل في وعد ممكن أشوفه هنا من النص ده وأمسك فيه مع ربنا وأقول له أنت قلت الوعد ده؟ بصوا على الآيات الأخيرة، برافو، بتقولوا ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، ده وعد امسك فيه بقى قول له يا رب أنت قلت أن أنت معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، يعني مش تبقى علينا في مرة، يقول لا مش هبقى عليكم خلاص أنا هبقى معاكم، يعني مش تبقى ضدنا مش هبقى ضدكم، يعني مش هتخوفنا مش هخوفكم، يعني مش هيقول يا أنا معاكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. يا الواحد يمسك في الوعد ده يقول يا رب أنت قلت أن أنت معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر، حتى لو تعبنا حتى لو غلطنا وبعدنا إحنا كمان لما نرجع لك نلاقيك موجود ومعانا وانت سايب جسدك ودمك معانا على المسبح كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آخر حاجة لايف ستايل أو أسلوب حياة ممكن الواحد ياخده من النص ده ويبدأ يقوله، زي ما احنا قلنا من شوية ممكن واحد يقول له رب أنا عايز يبقى في لايف ستايل عندي إن كل ما أخش بيتك الفترة الجاية هسجد أول ما أخش باب الكنيسة عشان ده بيتك، وبعدين هطلع ناحية المسبح لو في فرصة وأسجد قدام المسبح، وهعمل الموقفين دول كأسلوب حياة مختلف. أنا عايز أعلن الحالة دي، أو أول ما أخش الأوضة بتاعتي قبل ما أقرأ إنجيلك برضو ممكن أسجد لأن أنا هسمع الكلمة بتاعتك. ده أسلوب حياة، ممكن الواحد هيلاقي نفسه ماشي بأساليب حياة مختلفة من خلال النص. ممكن واحد تاني يبدأ يقول
أنا أنت قلت يا رب أن أعلمهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. أنا رب مش عارف أحفظ، يعني أحافظ على حاجة عشان خاطر أنا مش في العلاقة دي مع الكلمة بتاعتك. أنا عايز يا رب اللايف ستايل بتاعي، عايز أسلوب حياتي الفترة الجاية يكون إن أنا مخصص وقت فيه أقعد على الكتاب بتاعك المقدس وافتحه عشان أشوف الوصية بتاعتك ليا وافتكرها واشتغل عليه. يبقى أنا كده بشتغل على لايف ستايل. تخيلوا من النص ده وإحنا قاعدين طلعنا أربع حاجات. تعمل إيه بعدها؟ تقف قدام ربنا وقفة هادية وتصلي بيهم، تقول يا رب سامحني على كذا، بشكرك على كذا، في وعد أنت بتدهوني، وفي لايف ستايل أنا محتاج أشتغل عليه شوية بناء على كلامك. كده الكلمة حصل فيها إيه؟ كلمة ربنا بقت حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. تعالوا نشوف المواقف بحسب الإنجيل مرقس الرسول. يبقى احنا شفنا المواقف بحسب الإنجيل بحسب متى الرسول في موقفين، موقف ظهوره للمريمات وموقف تاني ظهوره للحداشر تلميذ، ده بس موقف بعدين حصل، فده الظهور السادس للسيد المسيح. طيب تعالوا نشوف الأحداث بحسب مرقس الرسول. مرقس الرسول هيذكر نفس الحدث اللي هو مكتوب عليه رقم واحد اللي هو ظهور كان وكنا يقولنا فيما بينهم من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر، فتطلعنا رأينا أن الحجر قد دحرج لأن كان عظيما جدا، دخلنا القبر رأينا شابا جالسا على اليمين لابسا حلة بيضاء. ممكن في وقت هتلاقوا مكتوب ملاك، مرة تاني مكتوب واحد لابس حلة بيضاء، ما هو برضو يعني رؤية الملاك عن رؤية واحد لابس حلة بيضاء ممكن يكون فيها اختلاف أو وجهة نظر مختلفة بحسب الرواية اللي اتقالت. مرقس الرسول ما حدثش ما عصرش الأحداث، ولا حتى متى الرسول عاصر هذا الحدث، فهي دي حكايات بيقولوها فتم التعبير عنها بشكل مختلف. ممكن المريمات في حد منهم قال ان ده ملاك، واحدة تانية قالت احنا حاسين واحد كان لابس ابيض بس انا مش عارف فده ملاك ولا مش ملاك. فممكن يكون في اختلاف في اللغة او اختلاف في الشكل اللي الناس شافت بيه الملاك، سواء ده كان لابس ابيض يعبر عن انسان او ملاك، بس في الاخر الحدث واحد، وده الاهم في الموضوع كله ان حدث القيامة لا يختلف عليه اثنين، ان المسيح قام الاموات والقبر فارغ. ده محور الكلام ومحور الحديث. إنما الجميل في هذا النص إن هو يعني دخل فيه مرقس الرسول وبيتكلم فيه زي متى برضو الرسول، وباكرا جدا في أول أسبوع أتينا إلى القبر. يعني المريمات اشتروا حنوط وما كانش ينفع يروحوا يوم السبت. ليه؟ لأن ممنوع إن هم يتحركوا يوم السبت ولا يرفعوا حجر ولا يشيلوا حجر ولا يعملوا أي حاجة، عشان كده مكتوبة بعدما مضى السبت. هم كانوا مستنين أول بس ما يبدأ النهار يشقشق عشان يروح للمسيح. تحرك سيدات في الصباح الباكر جدا يعني الساعة 4 الصبح 5 الصبح في المجتمع الشرقي ما كانش مقبول، بس هم ما كانش عندهم خوف، هم عايزين يتحركوا جواهم رغبة حقيقية في محبة يسوع المسيح، وعايزين يعني يحطوا له الأكفان اللازمة أو الحنوط اللازم لتكفينه. ممكن يعني الأول وهلة لو مريمات حتى لو بيحبوا يسوع يبدأ يقولوا طب احنا عايزين بس هنمشي في الضلمة لوحدنا، طب اصلا هيطلع لنا حد ويزعجنا، طب لما نروح هنعمل ايه في الحجر، طب الحجر ده متشمع بالشمع بتاع بيلاطس، لو احنا صرناه طب احنا ممكن نتسجن، طب ده في حراس موجودين، طب هنعمل ايه في ده كله. ايه ده أمور كتيرة ممكن تخلي الواحد لأول وهلة يبدأ يقول لا أنا مش رايح، مش عارف، مفيش أمل. إنما هم ما عملوش كده. الإنجيل بيحكي أني في رغبة داخلية عميقة جواهم وهم بيتحركوا. تخيلوا هم ماشيين كأن هم ماشيين مرة واحدة الملاك ظهر للحراس، طبعا هم مش مدركين، والحراس مش بعد شوية الحجر اتشال، بعد شوية لقيوا موقف مختلف تماما، وحتى الموقف اللي هم كانوا فاكرين انهم هيشوفوا يسوع عشان يكفنوه اكتشف ان يسوع المسيح اعلن عن القيامة بتاعته، كان هم اول المبشرين بالقيامة بتاعته. الحكاية دي تعلمنا حاجة مهمة خالص، ان في امور في حياتنا وخصوصا لما تكون لها دعوة باعمال الله العظيمة في حياتنا،
يبدأ الشيطان والعوامل البيئية المختلفة تقول لي ما ينفعش تعمل ده لأني صعب، صعب إنك تعمل ده، وصعب إنك تمشي صح، وصعب إنك تكون بتتحرك التحرك ده، وصعب قوي في وسط المجتمع اللي انت فيه. إنما المسيح دايما هيقول لك رسالة، بدل ما انت شايف اللي بتعمله ده صح، ما تخافش، امشي واحدة واحدة وبحكمة، وتحرك بشكل صح، اتحرك إنك تبقى أمين في شغلك، اتحرك إنك تكون أمين مع بلدك، اتحرك إن انت تبقى في خدمتك، ما تفكرش في مقدار الصعاب على قد ما انك تفكر انك تتحرك، وربنا هيزيل كل الصعاب. اتحرك من اي مكان انت فيه، اتحرك حتى مع اولادك ومع جوزك ومع مراتك، ان حتى لو حد مش قريب قوي او بعيد شوية، اتحرك بشويش وروح صلاة، وربنا هيقرب كل حاجة ويخلي كل حاجة كويسة. بس اتحرك، المهم انك تتحرك وتاخد موقف، ما تقعدش في مكانك وتقول الدنيا صعبة ومفيش أمل. لا، خد موقف وتلاقي الأبواب كلها بتتفتح، وباب القبر بيتفتح، والمسيح مش بيكون كمان ظاهر كواحد للتطيب بالحنوط، إنما هيكون ظاهر بقيامة حقيقية في حياتك. ده برضو الموقف بحسب مرقس الرسول. إنجيل مرقس مختلف عن إنجيل متى. إنجيل القديس مرقس مرتب زمنياً، وإن كان صغير بس مرتب تماما. يعني لما نيجي نشوفه من أول إصحاح الأول لغاية إصحاح 16، الأحداث اللي كتبها كتبها بترتيب زمني مظبوط بحسب طبعا المفسرين. إن كان في بعض المواقف الصغيرة جدا، بس بوجه عام إنجيل مرقس من أكثر الأناجيل تنظيما، يليه إنجيل القديس يوحنا، وبعدين هنلاقي متى ولوقا بعد كده. إنجيل بحسب مرقس الرسول، الموقف الثاني أو الظهور الثاني اللي بيعلنه مكتوبة بعدما قام باكرا في أول أسبوع، ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معهم ينوحون يبكون، فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرتهم يصدقوا. في اختلاف هنا، هو هل الموقف بتاع مريم المجدلية ده هو كأنه مرقس بيسرده بطريقة تانية بعد شوية، كأنه لقاء كده خاص بعد المريمات واتكلم المسيح معاها بشكل شخصي، ولا ده موقف تاني وظهور تاني؟ يعني مريم المجدلية مشيت ورجعت تاني، برضو مش عارفين، بس هنعتبره دلوقتي على انه ظهور ثاني لمريم المجدلية لوحدها. هنيجي نتكلم عن الموقف ده بالتفصيل في انجيل يوحنا. الظهور الثالث، بعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم هم يمشيان منطلقان البرية، وذهب هذان وأخبر الباقين. مين التلميذين دول؟ برافو، تلميذي عمواس، اللي هم مين؟ كيلوباس، كيليوباس، وفي ناس بتقول إنهم ممكن يبقى لوقا الرسول، بس ما حدش برضو عارف مين التاني. برضو هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية لما نيجي في إنجيل القديس لوقا. الموقف الرابع، خلي بالكوا إحنا دلوقتي بنتكلم على 4 ظهورات من أول إنجيل مرقس، في 4 ظهورات حصلوا حوالين يوم القيامة اللي هو يوم الحد نفسه. 4 ظهورات، أول حاجة ظهور المريمات كلهم، تاني حاجة ظهور المريم المجدلية، تالت حاجة ظهور التلميذي عمواس، رابع حاجة ظهوره هو بصراحة يعني هتلاقوا يعني في مرقس مش ذاكر الحدث بتاع ظهوره للعشرة في الأول، هتلاقوا مذكور في إنجيل يوحنا. هو ظهر في الأول للـ10 تلاميذ، وبعدين ذكر ظهور للـ11 مع بعض. يعني مرقس الرسول في المواقف ده بالذات مكتوب أخيرا ظهر للـ11 معهم توما. فالظهور ده أو الظهور اللي بعد أسبوع، مش اللي في يوم الحد، أنا آسف، الموقف ده بالذات هو ظهور للسيد المسيح كأنه بعد ظهوره لتوما، أو يمكن يكون الظهور لتوما نفسه اليوم اللي ظهر فيه لتوما. أخيرا ظهر الـ11 متكئون، وهنا مكتوب إيه بقى؟ وبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم. السيد المسيح وبخهم، قال لهم إزاي أنتوا ما كنتوش معايا، وأنا قلت قبل كده وكلمت معاكم أن ابن الإنسان هيموت ويقوم، بس يمكن الموقف جديد عليهم أن واحد يقوم نفسه بنفسه كانت صعبة. المهم أنا اللي عايز أعلمه لكم حاجة مهمة خالص في الموقف ده، مكتوب ووبخ عدم إيمانهم قساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. هو التوبيخ بتاعه هنا
هو بيقول لهم ده انا جاي اهو، انا اهو خلاص موجود، ولو انتوا افتكرتوا كلامي هتصدقوني. بس ما قعدش التوبيخ غالبا فترة طويلة، هو كان عنده رسالة اهم من التوبيخ. قال لهم اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. انا عايز بس ناخد درس صغير قوي من المسيح اللي بيعلمه لنا دلوقتي، التعامل مع الاخطاء المكررة. يعني التلاميذ شافوا قوات للسيد، يعني معجزات للسيد المسيح محدش شافها زيه، شافوا سلطانه على الطبيعة، شافوه هو بيخرج مملكة لاجئون يعني شياطين كتيرة من واحد وهي رايحة الخنازير، وشافوا ده بعينيه، شافوا وهو بيقوم ميتين من الموت، شافوا وهو بيخلق عينين لواحد أعمى، شافوا حاجات عظيمة جدا للمسيح. وبعد شوية لما كانوا في البحر وما كانوش برضو وكانوا خايفين برضو المسيح سكت العاصفة وقال لهم ما تخافوش، فده خطأ ان هم ما صدقوش فيه، ان هو خطأ تاني ان هم ما صدقوش في ان هو ممكن يقوم، فده اسمه خطأ مكرر. المسيح بيتعامل ازاي مع الاخطاء المكررة؟ بهدوء وبحكمة، يمكن بتوبيخ، بس بعدم الدخول كثيرا في التوبيخ. يعني ايه؟ هو قال لهم يا جماعة ما ينفعش يحصل كده منكم، المفروض تكونوا مؤمنين بيا اكتر من كده، فول ستوب، مش هتكلم اكتر من كده، انما خلاص مفيش مشكله، تعالوا بقى نعمل ايه، تعالوا نروح للعالم كله ونكرز بالانجيل الخليقه كلها. حلو نتعلم الدرس ده من يسوع المسيح. ممكن تبقى مراتك بتكرر نفس الغلط، او ممكن يبقى جوزك بيكرر نفس الغلط، هتعملي ايه؟ هنقعد نوبخ في بعض ونقعد نهري الليله كلها في توبيخ، وانا قلت وانت قلتي ونفتكر زمان ونفتكر قريب. أنا بعمل إيه دلوقتي؟ أنا بعمل رسالة مختلفة تماما عن رسالة المسيح. المسيح يعلمنا هنا حتى لو هتوبخ بهدوء، بيقول لهم يعني أنا بوبخكم عشان ما عندكمش إيمان، خلي عندكم إيمان أكتر من كده، وفول ستوب. هو قال جملة وسكت، ما عادش غالبا أنا مقتنع بده ان المسيح قعد يوبخ ويدوس على اللي قدامه، ما عملش كده، انما ايه، بدا يقول لهم طب يلا نعمل ايه بقى دلوقتي، وكانه خلاص هو قال الجمله بتاعته اللي اتفهمت في لحظه من غير دخول كثيرا في احداث، يلا نروح للعالم ونكرز بالانجيل، تعالوا نركز على الارساله الايجابيه. خلاص انا قلت لكم عتاب صغير كان جوايا، بس انا بقول لكم ده عشان تتعلموا انتم منه حاجه، ان الايمان بتاعكم يبقى اقوى من كده. يلا نتحرك، بالرغم من اني بوبخ عدم ايمانكم الا اني واثق فيكم. فاهمين الفكره؟ انا بوبخ عدم ايمانك عن فتره فاتت، بس انا بقول لكم اذهبوا الى العالم، انا واثق فيكم، انتوا هتعرفوا توصلوا الانجيل، انتوا هتعرفوا تعملوا ده، انتوا شطار، انتوا مش وحشين. ودي نقطه مهمه خالص، حلوه، يعني كنت عايز اركز عليها شويه في تعاملاتنا مع بعض، وبالذات احنا قاعدين مع بعض اوقات طويله دلوقتي في البيوت. أرجوكم ما تفكروش في التوبيخ الكثير المتعب المجهد للي قدامنا، فكر بشويش، قول كلمة بسيطة بس ركز على الإيجابيات، وركز على العمل الإيجابي المفروض يحصل، ركز على أنك تقول قدامك كلمة إيجابية. هو قال لهم روحوا وأنا واثق فيكم هتوصلوا الإيمان للعالم كله بالروح القدس اللي جواكم، هتعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كده أربع مواقف في إنجيل مرقس. إنجيل القديس لوقا، أنا مش عارف الوقت إحنا فين دلوقتي، طيب معلش، إنجيل بحسب القديس لوقا برضو بيتكلم على نفس الفكرة اللي هو في أول أسبوع أو الفجر أتينا القبل اللي هم المريمات، بيذكر نفس الحدث. وبعدين انتقل على طول للحدث الثالث اللي هو ظهور السيد المسيح للتلميذي عمواس. بسبب الوقت انا مش هخش في تفصيل كتير الاحداث، بس هقول لكم حاجه صغيره، ان هم كانوا مركزين على السيد المسيح كنبي. هم قالوا انت متغرب مش عارف اللي بيحصل، قال لهم ده كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل، هم قالوا له يعني، والقول امام الله وجميع الشعب، كان انسان نبي بيعرف يعمل حاجات ويعمل معجزات ويشتغل بافعال كويسه. يعني المسيح عايز يوجههم اني مش بس انا بعمل معجزات، انا معطي حياة، ويبدأ يكلمهم ايها الغبيان في الفهم، انا موجودة عشان اديك حياة،
بعلاقة قوية وحية معايا من ديك حبيديك حية. ما تخليش علاقتك بي مبنية بس على فكرة الاقتدار أو فكرة إن أنا يعني صانع معجزات، إنما أنا ممكن أعطي حياة. ووضح لهم فكرة أنا ممكن أعطي حياة لما اتكأ معهم، أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، انفتحت عينهما وعرفا ثم اختفى عنهم. إحنا بنقول في التناول يعطى إيه؟ غفران الخطايا وإيه تاني؟ وحياة أبدية لمن يتناول منه. طيب هو عايز يقول لهم كده أنا مصدر الحياة، فعلاقة بي هي أهم من كل حاجة. وبدأوا يشوفوا ويعرفوا المسيح من هذا الوقت. نلاقي في مواقف كتيرة التلاميذ ما عرفوش المسيح، أو الناس كانت متشككة لأنه هو قام بجسد ممجد، يمكن تكون ملامحه مختلفة شوي، هو قام بنفس الجسد، ولكن هل الملامح تكون مختلفة؟ هل النور اللي طالع مختلف؟ هل في شكل مختلف؟ ممكن، بس يعني يمكن ربنا عايز يقول لنا أن أنت ممكن يكون الملامح بتاعتك في القيامة الجديدة أو في القيامة التانية بتاعتك تكون الملامح بتاعتك شكلا مختلفة، لأن احنا بحسب القديس يوحنا لما قال ان احنا هنكون مثله، هنكون شبه يسوع المسيح كلنا. شكل جسد جسدنا او شكل الشكل بتاعنا هيبقى ايه في القيامة احنا مش عارفين، لان دي حاجة بره الفكر بتاعنا وبره طريقة التفكير بتاعنا. بس يمكن ربنا هدفه من الناس مش عارفاه، وعايز يقول لي انت هتبقى ليك طبيعة تانية مختلفة، كيان تاني بس مبني على الكيان بتاعك أو مبني على الجسد بتاعك الموجود دلوقتي، مبني على الروح، والروح بتاعتك والايدنتيتي والبصمة بتاعتي فيك من دلوقتي. الموقف الرابع اللي حصل فيه إنه اللي هو ظهوره برضو للتلاميذ واتكلم معهم تاني. أنا بجيب الأحداث لأن في أحداث مكررة إنه برضو يتكلم على ظهوره للتلاميذ لما كانوا مجتمعين مع بعض. الإنجيل بحسب القديس يوحنا هيذكر الحدث بتاع كان فيه برضو الأول أسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر والظلام باقي، ونظرت الحجر مرفوع فرجدت، وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر إذا كان يسوع يحب، وقالت لهم أخذوا السيد من القبر ولسنا نعلم أين وضعوا. هنلاقي أن بطرس والتلميذ راحوا القبر يركضان، التلميذ الآخر اللي هو يوحنا سبق بطرس وراح أولا إلى القبر، بعدين سمعان كان ماشي وراه فراح وراه، دخل بسرعة ودخل القبر ونظر الأكفان لقى موضوعة، والمنديل الذي كان على الرأس ليس موضوعا في الأكفان، المنديل بيتحط كان على الرأس ولقاه في حتة تانية غير الأكفان. وده بيأكد فكرة عدم سرقة جسد السيد المسيح، لأن اللي هيسرق جسد السيد المسيح مش هيقعد يرتب الأكفان ويقعد يحط المنديل في حتة، إن المفروض أن هياخد كل الحاجات دي معاه، لأن هو لازم يتحرك بسرعة، لأن اليهود قالوا للحراس قولوا كده، قولوا التلاميذ جم وسرقوا الأكفان، بس سرقوا المسيح، بس هو ما حصلش كده، الأكفان كانت موضوعة والمنديل كان موضوع بشكل معين بنظام معين يعلن عن القيامة الأخرى للمسيح، بل ملفوفا في موضع وحيد. الموقف اللي عايزين نركز عليه، مريم كانت واقفة عند القبر بتبكي وراحت القبر وكانت بتدور على المسيح، وقالت له مش عارفة هم خدوا وحطوا فين، غالبا هي مش شايفة البستاني أو من كتر العياط مش عارفة تدرك هو بيتكلم مين. ولما لفت وراها لقيت يسوع واقف وعرفته من صوته، لما قام لها يا امرأة لماذا تبكين من تطلبين، لسه هي ظنت ان هو البستاني، قالت له انا ما عرفش، انا انت قولي لو انت حطته في حتة قولي فين، قال لها يسوع يا مريم. فلما بصت حست كده ان هي سمعت اسمها بطريقة معينة وبنبرة معينة يمكن تكون المسيح عايز يوصلها لها، التفتت ليه وقالت له رابوني، تفسير يا معلم. يسوع قال لها لا تلمسيني لاني لم اصعد بعد الى ابي، ولكن اذهبي لاخواتي وقل لهم. ساعات بتقابلنا كلمة لا تلمسيني فاحنا مش فاهمين، طب هم لمسوه قبل كده، طب ازاي ما لمسوهش، ازاي بيقول لها لا تلمسيني دلوقتي؟ هي كلمة في اللغة اساسا هي ممكن تكون معناها لا تمسكيني. عارفين لما بتروحوا سوبر ماركت وفي حاجة اسمها كلينج بيبر او البلاستيك اللي هو اسمه كلينج، هي مكتوبة في الانجليش don't cling me، يعني ما تمسكيش فيا قوي. والجملة بتاعت ما تمسكيش فيا قوي ليها معنيين، اني ما تمسكيش فيا قوي، انا لسه موجود معاكم شوية، انا لسه لم اصعد الى ابي بعد، انا قاعد معاكم لغاية الصعود النهائي، الصعود بتاعي اللي بعد 40 يوم، فانا ما تلاقيش انا موجود معاكم، فما تمسكيش فيا قوي، انا لسه عندي حاجات عايز اعملها وهجيلك تاني. وممكن يكون معناها
ما تمسكيش فيا بالطريقة بتاعتك الأولى، لأن أنا هبقى موجود معاكم بعد شوية بشكل تاني بالروح القدس، هبقى موجود جواكي. فما تمسكيش فيا، متتوقعيش مني أن أنا هبقى موجود بالجسد معاكم بالشكل ده على طول. لا، أنا ما تفكريش بالطريقة دي، أنا هبقى موجود معاكم بس بالروح بتاعتي. أنا عايز بس أحكي لكم أو أربط لكم ربطة حلوة جدا في سفر نشيد الأنشاد الإصحاح الثالث، مكتوب كده عن الحب الروحي: في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت: أرأيت من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرحه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وآياء الحقل، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. يعني في بعض الآباء بدأوا يشوفوا الموقف ده من نشيد الأنشاد دي، يعني كأني كده علامة عن علامة الحب الحقيقي، وكأني مريم فعلا راحت وقعدت تدور على المسيح وقابلت الحراس اللي هو البستاني، وبعد كده تجوزته، وبعد كده شافت المسيح اللي هو يعني الخلاص الحقيقي والحب الحقيقي الذي ينير كل العقول. فجمعنا كلنا محتاجين ان احنا نكون في هذه العلاقة الحقيقية من الحب اللي هتدعم بالصلاة بتاعتنا واللقاء مع الحبيب. السيد المسيح ظهر بعد كده للعشر تلاميذ بحسب قديس يوحنا ونفخ فيهم وقال لهم: اقبل الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت، ومن امسكتم عليهم امسكت. بيقولوا او في تفسير الاباء ان ده نفخة الكهنوت غير نفخة الروح القدس اللي هي بتاعة الحلول الجماعي على الكل عشان خاطر الكل يبقى مسيحي. يعني ده رأي من الآراء، بس في الآخر عمل الروح القدس هو عمل متكامل على بعضه وبيشتغل بشكل متكامل. الموقف الخامس هو ظهوره لتوما، وده الحد اللي كان فات في الكنيسة، حد توما، وده بنسميه الحد الجديد لأنه بيجدد فيه يسوع المسيح الإيمان المبني على عدم التشكيك. هيقول لتوما: طوبى لمن آمن ولم يرى. يعني خلي بالكم الفترات الجاية يمكن مش هتشوفوني بالجسد، هتشوفوني بجسد ودم على المذبح، بس مش هتشوفوني بعين مجردة، بس هتشوفوني من خلال الكلمة المقدسة بتاعتي، هتشوفوني من خلال الهيستوري والتاريخ اللي بيحكي عني، وهتشوفوني من روح القدس اللي جواكم. أنا مش هبقى موجود معاكم جسديا، بس ده الإيمان دلوقتي اللي بقول لكم عليه. وكأني دلوقتي في الحد الجديد ربنا عايز يجدد إيماننا كلنا ويقول لنا: ركزوا، يمكن أنا مش معلن جسديا ليكم، بس أنا معلن روحيا من خلال علاقة حية معايا أنا عايز أديها لكم. بعد كده زي ما حكيت لكم في إنجيل متى، أنا جايب الجزء ده من متى تاني عشان يقول الظهور في الجليل. كل اللي فات ده كان حاصل ناحية أورشليم في الجنوب تحت، وبعد كده هم اتحركوا ناحية الجليل وسيد المسيح ظهر لهم في الجليل. الإصحاح في إنجيل يوحنا كمل الموقف السابع، إنه هو ظهر لسبعة من التلاميذ كانوا على البحر بيصطادوا، وأكل معهم وطلعوا سمك، ومكتوب إن هم طلعوا 153 سمكة. برضو في ناس كتيرة بتقعد تدور على الرقم ده وإيه معناه وليه مكتوب. في رأي بيقول إن 153 سمكة ده عدد أجناس السمك الموجودة في بحر الجليل في الوقت ده، دي كانت الأجناس المختلفة للسمك 153 نوع، وكأن الرسالة إن المسيحية هتوصل لكل العالم، والشبكة هتشيل الكل، وكل هيوصل لمعرفة المسيح، وإن الرسالة هتوصل في الآخر لكل العالم. بعد ما أكلوا طبعا المسيح وهو بيأكل، هو بيأكل بجسم يعني ممجد، بس هو بيأكل عايز يقول لهم إن أنا موجود، أنا 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 وهو هو. فلو بيقولوا كده الآباء إن المعجزة إنه أكل معهم بعد، لأن الجسم الممجد الأجسام بتاعتنا الممجدة مش مبنية على الأكل والشرب، بس هي دي برضو اتضاع من المسيح حتى يعني يوصل نفسه بشكل الناس تفهمه في الوقت ده.
بعد كده يحصل حوار أخير ما بين السيد المسيح وبطرس، يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ ده برضو جوه الظهور اللي حصل مع 7 تلاميذ. بعد كده في ظهور الرب ليعقوب وظهور الرب لأكثر من 500 شخص موجود في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15، وآخر ظهور هو ظهور الرب عند الصعود. معلش أنا عارف أن أنا اتكلمت كتير قوي ورا بعض في أحداث كتيرة، بس يعني كان هدفي نخرج بشوية نقط أنا مش كاتبهم دلوقتي، بس يمكن أنا أفتكر شوية حاجات منهم. أولا قيامة المسيح هو إيماننا الحقيقي، وإحنا بنعلن أن يوم الحد هو يوم الرب لأن دي قيامة بتاعتنا، قيامة المسيح أو قيامة الرب يسوع هي محور الحياة بتاعتنا. وبالتالي تاني أنا محور حياتي أن أنا أبقى قائم على المسيح وأن أنا أكون عايش في هذه القيامة. جوه أحداث القيامة في دروس كتيرة قوي، كل واحد ممكن ياخد الدروس بتاعته ويتعلم أمور كتير. أنا هقول لكم بس شوية دروس كده طلعنا بيها احنا اتكلمنا فيها مع بعض. رقم واحد اللي جاي في دماغي دلوقتي إن السيد المسيح لما ظهر للتلاميذ حتى لو كان وبخهم هو وبخهمش كتير، هو دخل بعد كده بالرسالة ويقول لهم اذهبوا وتلمزوا وعلموا، موقفش على فكرة التكسير اللي قدامه، بيكسر التلاميذ ويقعد يهري فيهم ويقول لهم انتوا شايفين بتعملوا ايه؟ لا ما عملش كده، هو خلاص قال لهم كلمة فول ستوب جملة واحدة، بعد كده قال لهم تعالوا بقى عشان انتوا هتشتغلوا معايا، وبالرغم من ايمانكم ما كانش قد كده الفترة اللي فاتت بس انا واثق في ايمانكم الفترة الجاية هيبقى قد ايه. حلو نتعلم الدرس ده في تعاملاتنا مع كل اللي حوالينا، بلاش توبخ كتير وشجع اللي قدامك، قول التعليق بتاعك بهدوء من غير الدخول فيه كثيرا، وخش في شكل إيجابي بعد كده في التعاملات. أنت وضحت وجهة نظرك بهدوء، إنما كمل بشكل إيجابي، شجع اللي قدامك، خد الشكل ده من قيامة المسيح لأنه يبقى قيامة في حياتك، ما توقفش على التوبيخ، شجع اللي قدامك. رقم 2 زي مريم المجدلية أو مريمات، لو أنا قعدت أفكر كتير هعمل ده إزاي يمكن مش هعرف، وخصوصا لما يكون العمل ده عمل خير أو عمل يخص الخدمة أو عمل يخص أن أنا أكبر في حياتي الروحية. أحسن حاجة تعملها أنك تصلي وتبدأ وسيب الموضوع على ربنا، ما تقعدش تفكر كتير. أي عمل خير أو عمل حلو ابدأ فيه، صلي وابدأ، ما تقعدش تقول يا لا في حاجات كتير هتوقفني زي المريمات، ما تحركوا، سواء تحركوا في وقت صعب في الفجر، سواء تحركوا ومش عارفين مين هيحرك الحجر، مش عارفين أي حاجة، بس كل حاجة تسهلت لأن هم قرروا يتحركوا مش يسكتوا. تلميذي عمواس وجسد ودم يسوع المسيح هو الجسد المعطي الحياة، والحياة هي الأساس المبني على المسيحية، القيامة والحياة هي الأساس العظيم اللي مبني عليه المسيحية، وبالتالي احنا مدعوين لهذه الحياة. مش عارفين ناخد الجسد والدم دلوقتي، بس عارفين نقف قدام ربنا ونقول له أيها النور الحقيقي المعطي الحياة للجميع أعطينا من هذه الحياة، ربنا يديني برضو الحياة طول ما أنا بطلبها منه، ربنا يدينا أن احنا نكون عايشين القيامة بتاعته وشايفينه بشكل صح، وتكون الكلمة الله حية وفعالة في حياتنا دايما. ولله كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين. يعني فرصة كده 5 دقايق أو 6 دقايق لو عايزين تسألوا أسئلة ممكن تكتبوها في الشات، أو لو أنتم متابعين على الجروبس المختلفة الواتس الفيسبوك أو يعني السايت بتاع الكنيسة ممكن برضو تكتبوا، الخدام يتابعوا معنا السايتس ويبعتوا لنا الأسئلة، يعني لو في أسئلة خاصة بقيامة يسوع المسيح. أنا مستني يعني ممكن أديكوا فرصة، يعني اللي عايز يكتب سؤال أو كده ممكن يحاول يكتبه لغاية ما يعني نشوف فرصة أسئلة
خلي بالكوا أحداث القيامة ممكن يكون فيها اختلافات يعني في الشكل أو في الترتيب، أو إيه اللي حصل قبل إيه. طب هم الحدث ده حصل في الجليل إزاي قبل اليهودية، أو ده في اليهودية إزاي قبل الجليل. يمكن يكون في أسئلة خاصة بالظهورات. بس تاني دايما شهود العيان ممكن تكون الروايات بتاعتهم مختلفة شوية في النظر بأبعاد مختلفة الأمر، بس المتفق عليه ما بين شهود العيان كلهم إن المسيح قام والقبر فارغ. دايما وإحنا بنفكر دايما في المضمون النهائي. المضمون النهائي معلن بشكل واضح، فترتيب الأحداث ممكن ما يعنيناش كثيرا أنهي ظهور حصل الأول وأنهي أي يعني اللي حصل بعد كده. فيعني فحلو ان احنا نكون عارفين نشوف الاحداث من غير مش فارق معانا الترتيب. ده اللي عايز اقوله، اعلان القيامة هو الاهم. في سؤال مكتوب، كنت عايز اعرف الفرق بين نفخة الرب يسوع في العلية التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس وحضور الروح القدس يوم 50. ال 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 الفرق يعني زي ما قلت لكم من شوية، في بعض الاباء بيتكلموا على ان النفخة اللي ده للتلاميذ هي نفخة الحل والربط شوية. فكرة ان خلي بالكم برضو الحل والربط كان مربوط باعلان الايمان شوية. يعني هم هيربطوا مين؟ هو هيربط اللي بيتكلم بهرطقة، هيقولوا لا انت ما ينفعش تتعامل بالهرطقة بتاعتك وتعلم التعليم بتاعك، انت محروم. ده كان سلطان الحل والربط عشان يبقى برضو فاهمينه صح. فكأن ده سلطان الحل والربط، ان انتوا عندكم السلطان من عندي، فانك لانك انتوا هتوصلوا الايمان المسيحي، فانت عندك الروح القدس اللي عنده السلطان ده انك تقول لواحد انت محروم وهو يبقى محروم، او تقول لواحد بعد ما رجع عن الحرمان بتاعه وان هو يعني رجع عن كلامه تقول له انت عندك الحل ارجع للايمان ويبقى عنده الرجوع للايمان. ده كان الروح القدس المعطى للتلاميذ يعني في الوقت ده، ما تحلونه وما تربطونه. يعني ده تعليم بيتكلم على الفكرة ده يعني عن الموضوع ده. الروح القدس طبعا اللي حصل يوم 50 ده على الجميع. ده رأيي. الرأي التاني اني هو يعني مش فكرة ان ربنا ادى الروح القدس فما ننفعش يديه تاني. هو في الاخر يعني اداهم كباكورة، يعني عايز نسميها ايه، يعني قال لهم يا جماعة انتوا عندكم الروح القدس كباكورة، بس هيعلن هذا بشكل واضح زي ما المسيح كان بكر بين إخوة كثيرة أو بكر من الراقدين. فممكن يكون السيد المسيح إدى الروح القدس للتلاميذ كباكورة بس من غير إعلان عمل الروح القدس. يعني إداهم الروح القدس وقال لهم يوم الخميس هتنتظروا هيكون العمل الواضح وسط الناس، وإعلان عمله واضح يوم 50. فممكن يكون برضو هو نفس الروح القدس لأنه بيتغيرش، اللي حل على التلاميذ كباكورة وبعدين حل على الشعب شكل لاحق. وكانوا عايز يقول لهم انتوا كمان هيبقى عندكم اليد بتاعتكم اللي بتعطي الروح القدس لان انتوا خدتوه كباكورة، فينفع انتوا كمان باليد بتاعتكم اللي هو كان وضعوا الايادي عليهم يعني بعد المعمودية انكم تقولوا احنا بنصلي لك بقوة الله عشان الروح القدس يحل عليك. مكتوب سؤال تاني، ما معنى ابي وابيكم؟ انا ذاهب الى ابي وابيكم الهي والهكم. هو السيد المسيح أبونا داود لمعي كان بيشرح الحتة دي وبيقول أن هو عايز السيد المسيح يعني يقول أني أنا كما أن الله الآب هو أبي بالحقيقة، هو أبوكم أنتوا بس بالتبني، يعني أبوكم، بس الفرق أن أنا ابن بالحقيقة، أنا أبي بالحقيقة، أنا ابن الآب بالحقيقة زي ما بنعلم في قانون الإيمان. إنما هو كمان أبوكم زي ما هو أبويا، خلاص هيبقى أبوكم زي ما هو إلهي، خلاص هو برضو إلهكم. إلهي مش تصغير من عمل المسيح لأن هو إله وناظر إلى الله الآب كإله، وفي نفس الوقت الله الآب ناظر الله الإبن كإله، يعني هو بيعبر عن التعبير ده الإله وفي نفس الوقت إلهكم. وهو عايز يقول لهم إن أنتوا خلاص بيتوا فيا وهتبقوا أبناء لله للآب، وهتبقوا الله الآب ده الإله بتاعكم الحقيقي فيا أنا. فبس في نفس الوقت بيوضح
أني علاقتي أنا أبي اللي هو أبي بالحقيقة، إنما هو أنتم هيكون أب ليكم بالتبني. في رسالة أعتقد روميا مكتوب أنتم لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يعني إحنا أخذنا الروح القدس بالتبني عشان نعلن بنوتنا لله الآب. فكرة التبني عشان الطبيعة بس، إن الله روح دي طبيعته وهو ابن الآب من نفس الطبيعة، أنا طبيعة جسدية الله طبيعته روحية دلوقتي، فأنا يعني أنا مش ابن لله بالحقيقة، ابن بالتبني. بس العلاقة برضو هي علاقة قوية جدا ومهمة جدا. ده السؤال الثاني، أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. حلو، في ناس بتسأل ويعني ونشكركم على الأسئلة اللي بتبعتوها. إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على القيامة في رسائل بولس الرسول. ممكن يبقى في واجب إضافي تعملوه واللي يطلعه ممكن يبعتهولي بشكل شخصي، معلش يعني أنا هسيب رقمي على أنا رقمي موجود على الجروبس بتاعت الفايبر كلها، وممكن الخدام ينزلوا رقم تليفوني يبعتهولي بشكل شخصي. لو انت قريت رسائل بولس الرسول بس اعمل لها سكاننج، يعني تقرا بسرعه طلع القيامه فين، وهتلاقيها وسط الكلام، مش في حاجات واضحه جدا جدا وفي حاجات وسط الكلام واضحه، اعلانات القيامه واضحه جوه الكلام. فحاولوا يعني اللي عارف يعمل واجب ده ياخد على الاقل اول رسائل، رساله روميا، كورنثوس الاولى، الثانيه، غلاطيا، ويطلع فيهم اعلانات القيامه، او الرسول بولس هو بيتكلم عن القيامه جايبه في انهي سياق وبيتكلم بيها في انهي ايات. ولما نيجي نتكلم الحد الاربع الجاي هنشرح اكتر هي المواقف دي ازاي هو بينطلق من كلمه المسيح لشرح امور كتير. ربنا يحافظ عليكم ويسندكم، وانا مبسوط ان احنا مع بعض ونشوف بعض ونطمن على بعض. و لو عايزين اي حاجه طبعا احنا تحت امركم، اي طلبات للصلاه ابعتوا لنا، واحنا بنصلي فعلا من اجل اي طلب بيجي لنا، ولما بيكون في قداس بنرفع الحمل باي طلب انتم طالبين مننا احنا نرفع الحمل باسمكم. تاني احنا قلناها قبل كده بس انا بقولها تاني، احنا موجودين في القداس وبنقول القرابين الذين اذكر يا رب الذين قدموا هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم. احنا دلوقتي مش عارفين نحضر القداس، فالقرابين دي مقدمة عنكم عن الشعب. ابونا رايح يرفع القداس، يرفع الحمل نيابة عن الناس، فهو رايح يرفع ذبيحة وكأننا كلنا مقدمين في المسيح لله الاب. فطبعا عمل مش عايزين يعني نوقفه طول ما في نفس فينا، عايزين نكمله وعايزين نكون بنرفع ذبيحة باسمكم لغاية ما نشوف حلول مناسبة للتناول. ربنا يدينا أفكار مناسبة، ويعني إن احنا نعرف نوصل للكل في ظل الظروف الموجودة وقوانين البلد، ولازم نكون طبعا بنحترمها كويس قوي حرصا على احترامنا لقوانين البلد، وده مهم طبعا. إيماننا إن جسد ودم يسوع المسيح هما للشفاء، بس في نفس الوقت احنا ما ينفعش نخترق قوانين البلد عاملها. فربنا يساعدنا ان احنا نعرف نوازن او نعمل الامر الصح للكل. اكيد اكيد ربنا متفهم، وحتى لو انا حاسس نفسي محروم وجسمي بياكلني عشان مش عارف اتناول، وربنا يقول لي انا متفهم، انا مش زعلان منك، بالعكس انت مش في ايدك حاجه، بس اقعد معايا تاني في اوضتك وانا هجي لك بنفسي اتعشى معاك. في سؤال، هل ينفع تتذاع العشية والتسبحة كما يذاع القداس؟ طيب أنا هسأل في الموضوع ده ونشوف إيه اللي ممكن يحصل. حاضر، نسأل فيه ونشوف. هو إحنا يعني ما عملناش العشية اللي فاتت، ما عملناش السبت عشية يعني، بس هسأل على موضوع التسبحة. ولو هنعمل العشية طبعا برضه هشوف طبعا فكرة إن إحنا نزاعها، ممكن نزاعها.
وهنشوف التسبيحة ينفع تتذاع ازاي. هو احنا التسبيحة بنعملهاش في الكنيسة، انتوا عارفين كده، بنعملها على الزوم، فبس ممكن تتذاع تاني لان في مرات كنا بنذاعها، فنرجع نذاعها تاني. حاضر، ده كان سؤال موجود. طيب نشكركم خالص، ويعني اللي عايز يعمل الواجب احنا قلناه، رسائل بولس الرسول، كورنثوس الاولى والثانيه، وروميا وغلاطيا، اعلانات القيامه اللي في الرسائل دي ممكن تبقى ايه. المره الجايه نتكلم عنهم باكثر تفصيل، وبرضو جهزوا الاسئله من بدري، يعني جواكم لو في اسئله خاصه بالقيامه اللي في رسائل بولس الرسول، بحيث ان احنا ممكن نعملها مع بعض. احنا بنحاول، في سؤال بيقول هل ينفع كل اسبوع نحدد عدد معين للشعب يقدر يحضر الكنيسة؟ احنا الاعداد بتاعتنا كبيرة، فاحنا بنشوف، صدقوني بايدينا واسناننا بندور على حلول ينفع نعملها بنظام معين ما يزعلش حد من حد. ففي حاجة ان شاء الله تبقى قريبة، لسه بنفكر ازاي نعملها، بحيث ان انتوا عارفين الاعداد عندنا، اللي كاتب الاستمارة اللي فاتت بتاع توزيع، يعني توزيع الزيت والحاجات دي، 3000 أسرة كاتبين. فاحنا عشان نحضر 10 أسر او 10 أفراد كل مرة، هنحضر مين ونسيب مين، وهنعمل كم قداس في اليوم عشان نعرف نعمل ده، وهنعمله ازاي بقوانين تسمح. صدقوني بنفكر، وان شاء الله نوصل لحلول مناسبة، ربنا يدبر كل حاجة. تاني، ركزوا على العلاقة اللي مع ربنا في البيت، ركزوا عليها، ربنا عايز يتقابل معاك في البيت. فما تهملش القضية دي وتعتمد بس، أو تبدأ تقول لا أنا عايز برضو جسد ودم يسوع. ماشي، هو دلوقتي يعني مش موجود بنفس الطريقة، طب شوف حاجة تانية، شوف بديل، هو ربنا عايز يقعد معاك دلوقتي في بيتك. فكر بالفكرة دي وما تتنازلش عنها لغاية ما ربنا يوجد حلول إن شاء الله، ونعرف نوصل لده. يعني ربنا يدينا القوة ونكون مع بعض إن شاء الله على طول، ونتعلم من بعض ونكبر مع بعض. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، أمين. شفاعة جميع القديسين، اسمعنا ربنا لك بكل شكر قائلين، يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. ربنا معكم ويسندكم ويفرحكم ويقويكم ويعزيكم ويسندكم ويشفيكم ويعني يقف معنا كلنا.